عندنا الجهاز بيتكون من جزئين، الجزء العلوي ده كله اسمه الأليداد، والجزء السفلي بتاع الجهاز. الجزء السفلي بيشمل أول حاجة عندنا مسامير التسوية الأفقية، تاني حاجة بيشملها عندنا ميزان الأفقية الدائري. بعدين هنبتدي نتكلم عن الجزء العلوي، ونسيت أقول حاجة، الحاجة اللي بتربط بين الجزء العلوي والجزء السفلي دياتي اللي هي اسمها الدائرة الأفقية، هي عبارة عن منجلة إلكترونية. بعدين هنتكلم عن الجزء العلوي اللي هو اسمه الأليداد. جزء الأليداد ده أول حاجة بيتكون عندنا من مسمار ربط بيثبت الجهاز وبيمنعه من الحركة الأفقية، وبيحتوي جنبه على مسمار الحركة البطيئة الأفقية. بعدين عندنا هنا مسمار بيمنع بداياتي بيتحرك حركة رأسية، فده مسمار بيمنع الحركة الرأسية بيقفل الجهاز، وعندنا دياتي مسمار الحركة البطيئة. بعدين هنا عندنا ميزان تسوية الطولي، وهو بيكون أدق من ميزان التسوية الدائري، فبعد ما بنظبط ميزان التسوية الدائري بنظبط ميزان التسوية الطولي زي ما شرحنا من شوية. بعدين عندنا هنا المنظار اللي بنظبط بيه التسامت، وهو بيحتوي على حاجتين، دائرة لتوضيح الشعيرات ودائرة هنا لتوضيح الرؤية. نفس الكلام هنا عندنا دياتي المنظار اللي بناخد منه القراءات، بيتكون من الدياتي هنا العدسة العينية اللي احنا بنبص منها، ومن الناحية التانية هنا العدسة الشيئية. هنا عندنا في العدسة العينية دائرة لتوضيح الشعيرات، والدائرة الكبيرة دي لتوضيح الرؤية، وعندنا هنا فوق النشنكان اللي احنا بنوجه بيه الهدف الأول، بعدين نبتدي نوجه عن طريق المنظار. وهنا عندنا موجود الدائرة الرأسية زي الدائرة الأفقية، بس هي دياتي اللي بترصد القراءات الرأسية. بعدين هنا عندنا أول زرار من فوق اللي هو زرار الإضاءة الليلية، بنستخدمه لما بنكون بنرصد بالليل في الموقع. بعدين الزيرو ست دياتي هو اللي بيصفر لي القراءة، أدوس عليه مرتين بالشكل ده القراءة بتصفر عندي. بعدين هنا الزرار الثالث دياتي هو اللي بيعكس القراءة من 360 للصفر، يعني هو الجهاز في وضع الديتم بتاعه بيرصد من صفر ل 360. لما ندوس على الزرار ده الجهاز بيعكس، بدل ما بيجرى من صفر ل 360 بيجرى من 360 للصفر. بعدين عندنا هنا آخر زرار، هنا زرار تثبيت القراءة، يعني أنا بعد ما خدت القراءة عايز أثبتها عشان أرصدها، هنا أبتدي أدوس على الزرار ده وأثبت القراءة. لما أحب أطفي الجهاز أدوس على الزرارين من فوق دول مع بعض بالشكل ده. بعدين احنا عندنا النقطة دياتي اللي تحت اللي هنحاول نظبط عليها التسامح علشان ما يكونش الجهاز بعيد عن النقطة دي. أول حاجة أعملها إني أتأكد إن النقطة دي جاية تحت الجهاز، أبص هنا هشوف النقطة تحت أتأكد إن هي جاية تحت الجهاز، وأبتدي أشتغل على موضع الحمل هو وكده. أجيب الجهاز عندي وأبتدي أركبه، أتأكد إن الجهاز اتثبت كويس. بعدين دلوقتي هنبتدي نظبط التسامت والأفقية. هنبدأ الأول بظبط التسامت. أول حاجة اتأكدنا إن هي نقطة جاية تحت الجهاز، هبتدي هنا أبص في المنظار بتاع التسامت، هو بعيدة شوية، أبتدي أظبطها بالمسامير الأفقية. أحرك مسمارين مع بعض في اتجاه واحد لحد ما تاجي في اتجاه عمودي على النقطة اللي تحت، وابتدي احرك المسمار التالت. كده التسامت تقريبا مظبوط. بعد ما ظبطنا التسامت دلوقتي المفروض ان احنا هنظبط الافقية. الافقية بنظبطها اول حاجة بالارجل، بنبتدي بالارجل بعدين بنستخدم المسامير بس في الاخر، يعني هنبتدي ظبط الافقية بالارجل. ادي ماسك كده الحامل بايدي بالشكل ده عشان ما اضمن ان هو ما ينزلش مني مره واحده، وافك كده. انا رجلي دي محتاجه تعلى عندي شويه عشان النقطه بعيده بالشكل ده. ابتدي اربط، حركت النقطه في الاتجاه العمودي عليه الاتجاه التاني. اجي عند الرجل التانيه وامسك بنفس الشكل وابتدي ارفع الرجل. جات عند الرجل الثالثة من نفس الحركة،
بالشكل ده. تقريبا كده انا الميزان الدائري اتظبط عندي، هبتدي اظبط الميزان الطولي. الميزان الطولي ده هنظبط ازاي؟ هنخلي الجهاز كده عمودي في اتجاه معين، واحرك المسمارين مع بعض لحد ما يجيب الفقاعة في المنتصف بالظبط، وهي حركة الجهاز عمودي في الاتجاه اللي بعده، ونظبط الفقاعة في النص بالظبط. عندنا موجود هنا في الشاشة بتاعتنا قراءتين، القراءة اللي من فوق هي اللي بتقرأ القراءة الرأسية ومكتوب عليها في فيرتيكال حرف البي، والقراءة اللي من تحت هي اللي بتقرأ الزاوية الأفقية ومكتوب قدامها هوريزنتال حرف الاتش أهو زي ما هو واضح قدامنا. عندنا القراءة الأفقية بتتصفر عن طريق زرار الزيرو ست، لما أدوس على الزيرو ست هنا أحصل على قراءة صفر، وأبتدي أحرك الجهاز في الوضع ده تبتدي القراءة تزيد عندي من صفر ل 360. لو انا دوست على الزرار اللي من تحت زي ما شرحنا في مكونات الجهاز، الزرار اللي تحته ده يبتدي يعكس القرايه، فهو بدل ما كان بيقيس من 0 ل 360 هو دلوقتي هيقيس من 360 للصفر. بعدين عندنا هنا الزاويه الراسيه، الزاويه الراسيه دي بتجي على وضع الجهاز، يعني الجهاز اللي قدامنا ده مظبوط ان الزاويه الراسيه بتاعته تبقى في الوضع ده بتساوي صفر، اللي هو العدسه الشيئيه موجوده من فوق والعدسه العينيه موجوده من تحت. اول ما ابتدي احرك العدسه بالشكل ده تبتدي الجراية تزيد عندي من 0 ل 90، بعدين 180. فعلشان كده هي ملهاش زرار تصفير، يعني هي مظبوطة الوضع الديتام بتاعها اللي هو بيبقى في الجراية بصفر بتبقى بالشكل ده ياتي. وابتدي بعدين احرك بالشكل ده احصل على القراءة الرأسية، وابتدي احرك بالشكل ده احصل على القراءات الافقية بتاعتي.